باسم المنتدى الاستفادة والتكوين. الحمد لله استطعنا ننظموا واحد العمرة إن شاء الله تعالى السائقين الدولي الوطني والأمهات ديالهم والآباء ديالهم. بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا 50 معتمر ماشيين إن شاء الله تعالى، هذه سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، ما عمرها شي جمعية وطنية ديال السائقين الدوليين والوطنيين اللي هي عملت هالمبادرة هذه. الحمد لله مجموعة واتسابية قدرت تنظم هذه الرحلة هذه ب 50 معتمر إن شاء الله مع وكالة الأصفار مرمرة. الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وكنشكروا صاحب الجلالة ونشكروا الإخوان ديالنا اللي أزرونا على هذا الحفل هذا، ونتمنى الله التوفيق للجميع، والله ينصر سيدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسألكم الدعاء. رحلة مباركة إلى الديار المقدسة إن شاء الله تعالى. نشكر بعدا الصحافة اللي حضرتنا هذا الحدث ديال العمرة اللي منظمه منتدى الاستفادة والتكوين بمجهودات ديال السائقين. وهذا منتدى الاستفادة والتكوين على فكرة ما كيعلي بزاف ديال الإخوان ما كيعرف، منتدى الاستفادة والتكوين كيضم نخبة بمعنى الكلمة ديال السائقين الدوليين والوطنيين. هذه المجموعه الوطنيه كتضم النخبه ديال السائقين، جات هذه الفكره ديال العمره مبادره، لان كنا كنتظروا هذه المبادرات من جمعيات من شركات ينظموها السائقين ديالهم. للاسف اضطرنا اننا ننظموا كانت فكره في الاول وطبقت، خرجت الارض الوجود وطبقت هذه الفكره، والحمد لله كما كتشوفوا هذا الحدث وهذا التظاهره بغينا ننظموها بهذا الشكل هذا باش تكون تحفيز للشركات والشركات ولا الجمعيات انهم يقوموا بهذه المبادرات لفائده السائقين. وصراحة الفكرة اللي نالت بزاف ديال الإعجاب ديال الإخوان. محمد فتح سائق دولي، إن شاء الله اليوم نقوموا بواحد المبادرة ديال العمرة إن شاء الله بحول الله، مبادرة ديال مجموعة منتدى الاستفادة والتكوين للسائقين المهنيين، وحنا فرحانين بزاف بهذه المبادرة اللي قمنا بها، وهذه المبادرة خالصة ديال السائقين المهنيين، هما اللي نظموها، هما اللي قاموا بها، وكنتمنوا التوفيق الاخوان. نظم منتدى الاستفاده والتكوين للسائقين النقل الوطني والدولي هذه الرحله العمره، واللي هي سابقه من نوعها. اردنا بهذه الرحله هذه نعطي واحد الصوره على السائق المهني، خصوصا ديال الرمايك بين قوسين، انه الوضع راه تبدل ديال السائق المهني، ولا مجموعه من السائقين مثقفين واعيين، ما بقاش ديك الافكار السابقه اللي كانت على الناس على السائق ديال الرموك، انه لا مبالي، انه كيسوق في الطريق بواحد الطريقه ماشي هذه، كيهدد حياه الاخرين لا ابدا. دابا الحمد لله ولا مجموعه السائقين اللي مثقفين واعيين، كيتحدثوا بمجموعه من اللغات، عندهم مراتب في الدراسه عاليه الحمد لله. اسسنا هذه الرحله وغتنطلق اليوم ان شاء الله الى الدار البيضاء ثم الى المدينه المنوره ومكه باذن الله عز وجل، ايمانا منا بالتغيير، من اجل ان شاء الله عز وجل نعطي واحد الصوره طيبه مباركه على السائق المهني عموما وعلى السائق ديال النقل الدولي خصوصا. كنحييو هاد المنابر اللي حضرت معنا خصوصا طنجه 24 على الالتفاته ديالها والحضور ديالها معنا، وكنشكروا الاخوان جميعا اللي حضروا من العائلات ديال السائقين، كذلك السائقين الابناء ديالهم واللي غادي معاهم. شكرا جزيلا للجميع، وصلى الله على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.